أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من طبختنا بعشرين. اليوم الأكلة من الآخر. اليوم رح نشتغل على سمك السلمون. سمك السلمون مع البطاطا المهروسة مع المكسرات مع الكيبر مع الاسباراغوس، أكلة فاخر من الآخر. هلا رح نشتغل بسرعة مع بعض. أول شيء خلينا نتبل السمك. أنا عم تبل السمك رح أقلكن على المقادير يا جماعة الخير، اللي هي أول شيء في معانا زيت زيتون مليون شجرة، تمام؟ هذه أول واحدة. عنا كيبر، رح نحط مية الكيبر، مية الكيبر. هلأ هيك بتلاقوا أكتر وتستفادوا من شو اسمه المقادير. ما بدي لكم المقادير هيك 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 ونضيع، لا خلينا واحدة واحدة نمشي مع بعض. حطينا حبة ثوم، ماسترد، ديجون، وعن حطينا ليمون، الليمة هذا، ورح نحط من بهارات السمك بهارات السمك بهارات السمك. عنا البصل، بدنا بهارات السمك، هاي البهارات اللي رح نشتغل عليها، بصل مطحون وبهارات السمك. هذه معلقة صغيرة وهذا معلقة صغيرة سمك السلمون، من الأسماك الغنية بالأوميغا 3 عن باقي الأسماك الثانية ومفيد جدا. وبرجع بقولكم قبل هالمرة أنا قلت لكم إنه لازم على الأقل مرة بالأسبوع ناكل سمك بالبيت. هذا هو التتبيلة تبعنا من الآخر يا جماعة الخير. هاي الإنجريدينت اللي تبعيت السمك. مشان الماش بوتيتو أو البطاطا المهروسة كمان، ما يعني ما شمل الكون، بطاطا مسلوقة مقشرة بنحط لها شوية ملح شوية كريمة وزبدة بس، ومندوقة اللي احنا عم نساويها. وفي عنا البلسمك آخر شي رح نحطه. بنجي على السمك تبعنا، بننطفه بشكل نشيل منه اللي هذا بيجي بالظهر. هاد بيعطي مرار بالأكل. طبعا أنا مجهز الشواية، بسم الله الرحمن الرحيم. السمك السلمون يا جماعة من الأسماك جدا مفيدة، مشان هيك رجاء يلي بيستخدم بده يحترم هالقطعة هاي ويعرف كيف يتعامل معاها، مو يقعد يشد ويعمل فيها، لا كثير طرية وما أحلاها. حتى بإمكانك يعني ما بتاخد خمس دقايق على النار وبعد منها بإمكانك تاكلها وما منها خوف بالمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشلح أول جلافز. أنا بلبس أكثر من جلافز يا جماعة مشان يكون الشغل كويس معانا وما نخاف منه. هلا رح نحط المقلاية هون مشان ايش شو بدنا نسوي. بدنا ناخذ شوي من المكسرات هي ندوبها مشان ننزلها مع الماش بوتيتو. مع الماش بوتيتو ليش؟ او مع البطاطا المهروسة، هذا رح تكون المرافق للصحن تبعنا تبع السمك. دقيقتين على كل وش من السمك نحن حاطينه على الجريل. كيف؟ وبعد منا نشتغله بطريقة تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ الملقط تبعنا او الشوكة. هلا صح، بسم الله. اسمعوا الصوت، هذا الصوت اللي عم ندور عليه. يا سلام يا سلام الصوت، اسمعوا والله سيمفونية، والله سيمفونية يا جماعة الخير.
هلا هاد شوفوا شوفوا هالصوت هذا الأحلى. شوف دغري دغري، على فكرة دغري بيستوي السمكة، شايفين دغري بياخد لون، شايف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. شو الله يذكرك بالخير، هذا مين؟ عبد الوهاب الرصي، يا ويلي ويلا. وما كان يقول يا ويلي ويلا. رشة من الأورجانو، الأعشاب، هي بهارات إيطالية مكتوب عليها، يعني مجموعة من الأعشاب. مباشرة بنحط المقلاية تبعنا، شوية زبدة، ربع مكعب، ما بدنا أكثر. هاي المكسرات عبارة عن جوز، عين الجمل يعني، رمان دراي، بقدونس، نوعين من الجوز، في عنا البيكان وفي عنا عين الجمل، وهي شوية زيت مليون شجرة. كمان ما فيها يعني وقت كتير كبير للطبخ تبعنا. ما بتاخذ وقت كتير كبير. يا سلام. واصل الريحة لعندك يا محمد؟ محمد وصل لهون. اليوم هذه الأكلة من الأكلات عن جد الفاخرة، واللي واحد بإمكانه يعني يعزم عليها وهو مرتاح. في يا أخي، أنا كل ما أغيب عن المطبخ شوي بلاقيهم خربطي لي الديزاين تبعني. كمان لا يكون مقلب منك، لا عليك ولا أيتها. يلا ها نبدأ نجهز صحننا اللي بدنا نغرف فيه. صحننا اللي بدنا نغرف فيه هذا هو اللي بدنا ناخذ الماش بوتيتو. الماش بوتيتو يا جماعة الخير خالصين لحنا، هاد ما عاد بدنا شيء. ها. ها. الماش بوتيتو يا محمد عبارة عن بطاطا بنسلقها، الأفضل تسلقها وهي بالقشر تبعها، لأنه إذا سلقتها بدون قشر بترتفع فيها نسبة السكر، وهذا بيصير مو جيد إلنا كناس معهم، إذا معه حدا سكر الله يبعد الشر ويبعد الأمراض عن الجميع. بعد ما نسلقها تقريبا شي 10 دقائق أو ربع ساعة وتأفر على حسب حجم حبة البطاطا. دائما اللي احنا بندور على البطاطا اللي يعني حجم الحبة صغير، عرفتني كيف؟ هلا هذه البطاطا، هلا هذا اللي وصلنا له آخر الشيء. هلا شو بدنا نسوي احنا هون؟ بدنا ناخذ حبة البطاطا اللي عم نشتغل عليها وبدنا نعملها بطريقة بنسميها بشغلنا احنا الكنل. هذه بدنا نعملها بطريقة الكانيل. كيف الكانيل؟ يعني بنلف البطاطا مع بعضها بهالطريقة هاي. هاي اللي بنشوفها بالفنادق وبالمطاعم الكبيرة. بهذا الشكل.
في تبعت ما شو اسمه معلقه السبون تبع الايس كريم. ايه بتساوي الدائره هاي وبتطلع هاي، بس هذه اجمل يعني بصراحه. هون رح ناخذ الاسبرغوس بالتتبيله اللي كنا عاملينها لحنا تبعت السمك. هذا الاسبرغوس يعتبر من فواتح الشهية، مفيد لأنه فعلا بيحتوي على عناصر كثيرة مفيدة للجسم، وهو يعتبر فاتح شهية. وهلا بنحط بقى كمان الطماطم. ما بياخد سوى كتير. برجع بقلكم لازم الخضار تكون فيها قرشة. القرشة يعني قرطة هيك خشت هيك تعمل. خشت خشت ايه. هذا المود تبع عبد الغني، هذا الأكل. كونه بيتبع نظام الكيتو. والله ايوه يا سلام يا سلام. في هو السمك السلمون صحي يعتبر من افخر الانواع، بس في انواع كثير على فكره. في عندك هذا اللون يلي بيجي لونه زهري، في اللي بيجي لونه اغمق، عرفتني كيف؟ لا 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 مو هيك، لا بدي احطهم هدول لحالهم بصراحه، خليه هذا هون ما بيأثر. بس هذا لا لا هي هلا انا عامل كميه السمك تقريبا لثلاث اشخاص، عرفت كيف؟ اللي عامله لثلاث اشخاص. انا اللي بدي اياكم هلا تشوفوه الطبق تبعنا بهذا الشكل. اللهم صل على سيدنا محمد، لانه بدنا نقفل هلا اخر شيء بشغله من سره يلي هي الكشنه. كشنه كشنه كشنه. في شيء مفتوح ما شاء الله ما بيخلوه الاولاد. اذا زيت هي كيف بلاقي الصحن محمد من عندك من القوافي؟ هذا بصل مقرمش، بصل مقرمش بدنا نحطه. لازم تدلل ما دام انت عم تشتغل بالسلمون، معناته بدك تقوي قلبك وبتقوي جيبتك. هذه هلا بسم الله الرحمن الرحيم. خليني انا بحب اخر شيء نقفل بطريقه حلوه. بسم الله. هذه يا رب دخيل اسمك. ها هذه طبقنا لليوم، صدقوني ما بياخذ معنا اقل من 15 دقيقة. هات يلا اسألني، شو عندك سؤال اسألني. يلي بالصحن عم يسألوا، عم يسألني محمد، وهو سؤال والله كثير حلو ومهم، يعني انه هذا الصحن اذا بدي اسويه قديش بكلف؟ تقريبا اذا بدك تسويه بالبيت بكلف قد ربعي اللي انك بدك تاكله باي مطعم، رقم واحد. بس خليني انا عم بحكي معكم، خليني انظف وبعدين برجع لكم الصحن. عرفتوا كيف؟ اذا بدك تسويه بالبيت بكلف قد ربع اللي بدك تشتريه من اي مطعم. وانا عم حاكيكم انا عندي هذا الشيء، يعني بالمطعم تبعي بقدم هذا النوع من السمك، عرفت؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، انت ما رح تاخده كل يوم يعني هذا السمك، انت رح تشتريه
بالأسبوع أو بالشهر مرة، وباقي الشهر رح تشتري أنواع تانية. يعني أنا عم قلك الطبيعي إنه البني آدم ياخد بحري 4 مرات بالشهر، لازم كل 10 أيام هو، يعني مشان إنه ما يصير عنده نوع من الحساسية من الأكلات البحرية، لأنه في ناس كتير تتحسس من الجمبري، عرفت كيف؟ والسبب إنه بيكون بيوم من الأيام أكل جمبري وكان في من بين القطع اللي أكلها قطعة فاسدة، وهي اللي أثرت على هذا الشيء عنده. فينك تستخدم أي نوع سمك موجود، بس أنا حبيت اليوم سوي السلمون لأنه يعني يمكن أول الشهر نازل الرواتب. يمكن لا والله، بس هيك حبيت أني أنا أورجي شيء. يعني نحن دائماً بنشوف الأكل اللي بالمطاعم وبالأوتيلات هي الواو، ونقول ما بنعرف نساويها بالبيت أو بنعجز أن نساويها بالبيت. لا، هذا الكلام غير صحيح. بإمكانك تسوي هذا الشيء وتحتفل فيه أنت وأهلك بالبيت وما تكون متضايق. يعني سؤال تاني، بتصير بهذه الجريل، هي الجريل نوعا ما هي شكر للسيف جاليري على المعدات اللي فعلا بتسهل وبتوفر وقت كتير كبير. ما عندك جريل، في عندك الطاسة تبعت السيف جاليري المقلاية بتشتغل فيها، ما يعني مو هي بتعيق الشغل تبعك. سمك السلمون أطيب شيء. لا، في أنواع كتير إنك تقدمه فيه، بإمكانك تسويه على مبدأ الترين، جراتان، طاجن، بالفرن، جريل، مشوي، أي نوع السمك هذا حلو. حلاوته السمك السلمون إن الزيوت اللي موجودة فيه مباشرة بيهضم الجسم، ما بتعلق يعني لا بالكبد ولا بتأذي الجسم. نعم، لا بالعكس، اي ابدا. السمك السلمون لاعطيك ايوه، السؤال اللي عم يسالوني عليه الشباب بالكنترول انه السمكه سميكه وانت حطيتها وقلبتها قلبتين ودغري شلتها، يعني هل هي استوت من الداخل؟ اي نعم، استوت من الداخل وبكل ثقه. يعني هذا والله بس مشان ما اخرب، لانه بعرف تدي لك. والله انتوا شوفوها، بالعكس. اي والله، الله يسامحك يا محمد. اللهم اني صايم. حرام عليك، كنت رح احطها في تمي. اي والله. اول شيء الشكر الاول والاخير لرب العالمين، شكرا لك محمد فهيت، شكرا مجدي عبد الغني، شكرا مخرجنا الكبير وبالكنترول روكا، شكرا للمصورين كلهم، شكرا للشيف محمد ابراهيم يلي عم يرافقني هالفتره هاي، شكرا لجميع الرعاة يلي هن مليون شجره، صره، داستي، الشعلان، السيف جاليري، وربيع الفلا هو بالأخير بإذن الله. رح نعمل هلأ طبخات الجاي رح تكون مع ربيع الفلا أكتر شوي من الأنواع الثانية من ال، يعني ما رح نطول باللحم كتير، سوري بالسمك وبالدجاج، رح نشتغل شوي على اللحم، رح نسوي بيف ستراغانوف، رح نطلع شوي لشرق آسيا أو آسيا كمان، نفوت على المطبخ الروسي، نفوت على المطبخ التركي كمان. استنونا جمهورنا الحبيب، لأنه طول ما نحن عم ناخذ الدعم منكم، عرفت كيف؟ إن شاء الله رح نورجيكم الشغلات الحلوة والشغلات اللي بتليق فيكم أنتوا كجمهور المجد رقم واحد، وكناس فعلا غاليين عندي. يعطيكم ألف عافية، وبشوفكم بحلقة القادمة بإذن الله. باي محمد فهيد.